من 5 سنين اضيف قررت ان هي تبتدي مشروع اسمه تمكين الشباب رقميا. المشروع ده بيتنفذ على صور مدارس في عطلة الصيف، وبناء على رؤيتنا انه العملية التعليمية لازم تبقى مستمرة وما توقفش، فقررنا ان احنا نعيد التجربة في المدارس الشتوية. التعلم بالمشاركة بيفهم اكتر بكتير، لان كل شخص بيتعلم بطريقة مختلفة عن التاني. اكتر حاجة بحسها مفيدة في المدارس فكرة ان احنا ما نخافش نجرب، جرب ويمكن مع بعض نطور ده، وبس طلعنا من الجزء اللي احنا مستريحين فيه. المناهج بشكل اساسي قيمية، قيم زي تقدير التنوع وقبول الاختلاف، التفكير المنطقي، وفي جزء تقني بيساعدنا ان احنا نوصل للجزء القيمي ده. في جزء برضو ليه علاقة بالكمبيوترات والبرامج مفتوحة المصدر، ازاي يشتغلوا بيها. فيما يتعلق بالمصادر المفتوحة والرخص المفتوحة عامة، هي في الاخر هي مش حاجه معقده ان الواحد يوصلها، عشان هي طبيعه الحال. يعني بني ادمين طول عمرهم كانوا كده، اللي كان بيعمل حاجه كان بيعلمها لحد تاني عشان يعرفوا يبنوا فوق شغل بعض. بس هي في الاخر هم متعرضين لويندوز، متعرضين لماك، متعرضين لكل الحاجات دي، فاحنا بنحاول نعرضهم لحاجه بديله اللي هي لينكس وبرمجيات مختلفه اللي بتشتغل على الاوبريتنج سيستمز دي، وهم يحاولوا يكتشفوا ويشوفوا انهم ممكن يفتحوا الكود بتاع البرنامج، يفهموا هو شغال ازاي. في نشاطات بقى بنعملها ليها علاقه بالفيديو، صوت وموسيقى، تعبير بصري، حوسبه وتفكير منطقي. فطبعا الحاجات دي متداخله مع بعض، فدمجنا المناهج مع بعض. ده طبعا كنا بنشوف تطور كتير مع الفتيه، ابتدوا يشوفوا كل المكونات دي، ابتدوا يجربوا فيها، يوصلوا حاجات ببعض ويعملوا مواتير، يغيروا سرعه المواتير دي. المواتير دي ممكن بعد كده تستخدم في حاجه ليها علاقه بالصوت. دلوقتي انا وصلت الطرفين للسنسور بتاع الاضاءه ده جوه الجزء اللي مسؤول عن سرعه الموتور. هو لما بيجيله نور بيخلي الموتور ابطا، لان السرعه الطبيعيه هي السريعه. كان هدف من اهداف ان احنا نعمل يوم ترفيهي، لان هم فعلا بيشتغلوا جامد على المشاريع بتاعتهم. في نفس الوقت حاجه مهمه طبعا، لازم يقضوا وقت حلو ويقضوا يوم جميل ينبسطوا بيه. كمان اول مره احنا نشتغل في صعيد مصر مع اسيوط. هنعرض عليكم دلوقتي الشغل اللي اتعمل في التسع ايام اللي فاتوا. الاولاد عملوا افلام وعملوا لعب، اللعب اللي على الكمبيوترات مفتوحه هنا لو حابين تلعبوا وتجربوا اللعب اللي هم عملوها. ودول ده رسم بالضوء صورناه، بس دي منتجات الورشه. الحاجات دي في الاخر طلعت مشاريع كروما، صور بتتغير بنعدل الخلفية بتاعتها، عملوا فيديوهات ستوب موشن. في الاخر النشاطات دي بتخلي الفتية يتعلموا بشكل احسن بكتير من الطرق التعليم التقليدية. رد الفعل من المؤسسات كانت ايجابية جدا، ومن الاهالي كمان في المناطق المختلفه كانت ايجابيه جدا. انا بالنسبه لي ما كنتش بعرف ايه اللي بيجرى جوه قضيف بالنسبه للورش، ايه اللي بيتم مع الاولاد، بس انا شفت الانطباع على الاولاد بعد كده. شفت قد ايه الولاد بقى عندهم روح مشاركه ومساعده الغير. كتير منهم كان منطوي بدا ينفتح، كتير منهم بقى يعرف يعبر عن نفسه. في كمان حاجات كتير تانية اتغيرت في الأولاد، بيجوا الأمهات يحكوا أنا ابني ما كانش بيتكلم، دلوقتي بلاقي لا ده بيعمل حوار في البيت، ده بيشارك، ده ممكن يجي يقول تعالى يا ماما مثلا هننظم البيت، هنخلي شكله جديد. شفت حاجات جميلة جدا الأولاد عملتها، إن هو بدل ما بيلعب لعبة الكرتون من غير بياخدها بمسلماتها، بقى هو اللي صمم اللعبة وحط القوانين بتاعتها وهو اللي بيتحكم فيها. فدي حاجة أول مرة أولادنا يشوفوها، وإحنا نفسنا أول مرة نشوف الحاجة زي دي. أكتر حاجة ريليفنت قوي بنطلع بيها من المدارس إن الولاد ابتدت كده تكسر حاجز مع الكمبيوتر ومع التكنولوجيا، وحتى إيفن بتكسر حاجز بالخيال، يعني تحس إن هي خيالها ملوش حدود، تقدر تجرب أي حاجة، تميكس أي حاجة، وإن هي تقدر تتعلم، لأنه بيبقى باين في أول مدرسة إن الحاجات دي صعبة عليهم قوي، وهما إيه ده إزاي هنعملها وكده، خاصة لو حد لسه مش بيعرف يستخدم الكمبيوتر. بس بيبقى على اخر المدرسه بيبقوا ريدي، طلعوا بمنتج وقدروا يعرضوه وشافوه، فبيبقوا اكتسبوا كده ثقه في نفسهم وحسوا انه
يعني it's okay. كل الحاجات حتى لو مش بنعرف نعملها دلوقتي هي سهل ان هي نتعلمها, وانه الكمبيوتر هو بس مش للجيمز بس والسيرش العادي, لكن هو كمان ممكن يبقى ليه استخدامات تانية.